أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تبين أهم الأعمال التي قام بها معاذ بن جبل بعد إسلامه، وتبين معاني ومفردات والتركيب الواردة في الدرس. يحتضن ترى الأردن عددا كبيرا من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ بن جبل والحارث بن عمير الأزدري وشرحبيل بن حسنة وضرار بن الأزور وفروة بن عمرو الجذامي. سميت بعض المناطق الأردنية بأسماء الصحابة الذين لهم مقامات فيها، ومن ذلك بلدة وقاص نسبة إلى الصحابي عامر بن أبي وقاص، وبلدة ضرار نسبة إلى الصحابي ضرار بن الأزور، وبلدة معاذ بن جبل وبلدة شرحبيل بن حسنة. يحظى الصحابة بمكانة عظيمة عند المسلمين في حياتهم، وقد دفن عدد كبير من هؤلاء الصحابة في الأردن، ومنهم معاذ بن جبل والحارث بن عمير وشرحبيل بن حسنة وضرار بن الأزور وفروة بن عمرو الجذامي. وقد أسلم سيدنا معاذ بن جبل بعد بيعه العقبة الثانية وهو شاب لم يتجاوز عمره 18 عاما، وكان من بين 70 أنصاريا بايعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البيعة، وشهد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها. وكان معاذ من علماء الصحابة، وعينهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، ثم التحق في خلافة أبي بكر الصديق بجيوش المسلمين في الشام بقيادة الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح. أما الصحابي الجليل الحارث بن عمير، بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك بصرة الشام يدعوه فيه إلى إسلامه، فاعترض طريقه شرحبيل بن عمرو الغساني فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتله، فكان أول شهيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في الأردن، وقد كانت أعراف الناس تمنع قتل الرسل إذ لم يختر لرسوله صلى الله عليه وسلم رسول غير الحارث. أما الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة، هو من الصحابة الذين جمعوا بين هجرتي الحبشة والمدينة المنورة، وكان من كتاب الوحي، وشارك في عدد من المعارك والغزوات كاليرموك وفتح دمشق، وعينه الخليفة أبو بكر الصديق، وأسهمت قيادته المحنكة في هزيمة الروم في بلاد الشام ونشر الإسلام فيها، وقد توفي بطاعون في السنة 18 للهجرة، وقبره في الأغوار الشمالية. حسنة هي أم شرحبيل، أما أبوه فهو عبد الله بن المطاع القرشي. الصحابي الجليل ضرار يكنى أبا الأزور، أسلم بعد فتح مكة، وكان من أغنياء الصحابة وترك 1000 بعير لأجل الإسلام، وكان رضي الله عنه فارسا شجاعا وشاعرا ومن المحاربين الأشداء، وحاز على مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمره على السرايا، وشارك في محاربة المرتدين وفتوح الشام، وقبره في الأغوار الوسطى بمحافظة البلقاء في بلدة سميت باسمه. تتصف الشريعة الإسلامية بالصفات الكمال والتمام لأنها خصائصها أنها ربانية من عند الله سبحانه وتعالى. الشريعة الإسلامية هي العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لتنظيم حياة الناس وتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة. تتميز الشريعة الإسلامية بخصائص عدة جعلتها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومحققة لمصالح الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقد سبق دراسة خصيصتين منهما إنسانية الإسلام وشموله. مفهوم ربانية الشريعة الإسلامية بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، وقد تولى الله تعالى حفظ الشريعة الإسلامية بحفظ القرآن الكريم. أما آثار الشريعة الإسلامية: موافقة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الفطرة الإنسانية، مخاطبة الشريعة الإسلامية العقل والقلب، كمال أحكام الشريعة الإسلامية وعدالة أحكام الشريعة الإسلامية، وأثار الشريعة الإسلامية في سلوك المسلم: تعظيم أوامر الله تعالى ونواهيه، غرس الرقابة الذاتية في قلب المسلم، ويصبح متحريا تقوى الله تعالى ويزيد من خشيته ومراقبته، فالمسلم يؤمن بأن الله تعالى خبير بصير فيفعل كل ما يحبه الله تعالى ويرضى ليقربه إليه سبحانه وتعالى. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.